كابتن اسلام مستمرين معاك، كابتن ياسر ابراهيم نجم دفاع النادي الاهلي بتيجي على البطولات، والنهارده بطوله رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي. ما شاء الله من اللعيبه القلائل اللي بتيجي بتروح نادي وبتاخد بطولات على طول، فبسم الله الرحمن الرحيم بطوله الدوري. الحمد لله، طبعا بشكر اللعيبه الرجاله ديت على الروح والرجوله اللي لعبوها في الملعب النهارده. طبعا مبروك للجهاز الفني، ومبروك للعيبه، ومبروك للاداره كلها والجمهور طبعا، وعقبال اللي جاي يا رب ان شاء الله ما تكونش اخر بطوله لينا دي ان شاء الله. مليون مبروك، وماتش الزمالك بقى طبعا ماتش مهم طبعا، ده ماتش بيحدد وجهه تانية خالص، ده طبعا ليه طعم ونكهه تانية خالص عند الجمهور. طبعا احنا قاعدين في معسكر زي ما احنا هنركز طبعا، طبعا هنفرح طبعا، حقنا نفرح، وهنقفل على طول نركز بقى في الماتش الجاي باذن الله. ربنا يكرم كده باذن الله، ونقدر نطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. حبيبي الله يبارك. من عم لاعب